أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. نبدأ بالقراءة في كتاب الأذكار. قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فصل في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. تفضل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بإسناد الشيخ عبد الله عز الدين إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين، آمين. فصل في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال الله تعالى، قراءة قوة يا شيخ أمين. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قلت: روي المفردون بتشديد الراء وتخفيفها، والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد. واعلم أن هذه الآية الكريمة مما ينبغي أن يهتم بمعرفتها صاحب هذا الكتاب، وقد اختلف في ذلك. فقال الإمام أبو الحسن الواحدي: قال ابن عباس: المراد يذكرون في أدبار الصلوات وغدوا وعشية وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا وراح من منزله ذكر الله تعالى. وقال مجاهد: لا يكون الرجل من الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا. وقال عطاء: من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله في قول الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا نقل الواحد. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. هذا حديث مشهور رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننه. وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا، فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا، وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة، كان من الذاكرين الله تعالى كثيرا، والله أعلم. نعم. الذي يعني يواظب على أذكار الصباح والمساء والأذكار المتعلقة بالأحوال المختلفة، يعني أذكار دخول البيت، أذكار الخروج من البيت، أذكار قبل النوم، أذكار الاستيقاظ من النوم، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار ركوب الدابة، الذي يواظب على ذلك في هذا الزمان
يكون وليا من أولياء الله الصالحين. فهذا باب مهم جدا، وهذا من أعظم فوائد هذا الكتاب، أن نتعلق بهذه الأذكار في كل الأحوال وفي كل الأوقات، لأن المقصود من هذه الأذكار المختصة بالأوقات والأحوال المختلفة تدريب القلب على أن يتعلق بالله تعالى في كل الأحوال. حينما نأكل نقول بسم الله، يعني هذا الأكل الحمد لله رب العالمين، يعني هذا الطعام لا تكون فيه البركة إلا بالله. ثم بعد الطعام نقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، فالذي أطعمني هو الله والذي سقاني هو الله. حينما ألبس ثوبا جديدا، الحمد لله الذي رزقني هذا وكسونيه من غير حول مني ولا قوة. إذن ليس المال هو الذي أتى بالثوب، إنما هو الله. بالمال، بدون المال كان الثوب سيأتي. فحينما نتدرب على الاهتمام بالأذكار في كل الأحوال التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتعود القلب دائما على أن يتعلق بالله. ففعلا الذي يواظب على هذه الأذكار في الصباح وفي المساء وفي سائر الأحوال يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وإذا كان كذلك يكون من أولياء الله الصالحين. نعم. وقد يعني في بعض الأحوال تغنيه هذه الأذكار عن أوراد المشايخ، أوراد الطرق، ليس في كل الأحوال، ولكن قد تغنيه عن أوراد المشايخ، لكن لا تغنيه عن صحبة المشايخ. صحبة المشايخ للتزكية والتربية هذا أمر لا يغني عنه شيء، هذا أساس موجود في الأمة طوال القرون الماضية. لا يمكن أبدا أن يحدث لك التزكية إلا بصحبة هؤلاء المشايخ أهل العرفان وأهل الوصل لله. نعم تفضل. فصل في حكم الذكر والتلاوة بالقلب واللسان للمحدث ونحوه. أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء. اتفقنا أن القرآن فقط هو المحرم على الحائض والجنوب والنفساء، لكن غير ذلك من الأذكار كله جائز للحائض وللنفساء وللجنوب. نعم. وذلك بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك، ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء، سواء قرأ قليلا أو كثيرا حتى بعض آية. ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ، وكذلك النظر في المصحف وإمراره على القلب. النظر في المصحف دون مس له، يعني الحائض هذا الموبايل في مثلا مصحف بداخله مصحف، فالحائض يجوز لها أن تنظر في المصحف الذي في الموبايل أو مصحف مفتوح هكذا دون لمس، تنظر فقط بعينها، لكن لا تقرأ القرآن بلسانها، فهذا محرم كما درسنا في أبواب الطهارة. نعم. قال أصحابنا ويجوز للجنب والحائض. من المراد بأصحابنا؟ أصحابنا الشافعية. نعم. أصحاب الإمام الشافعي. قال أصحابنا ويجوز للجنب والحائض أن يقولا عند المصيبة إنا لله وإنا
إنا إليه راجعون. اتفقنا أن الجنب والحائض لهما أن يقرأ الأذكار القرآنية إن كان ذلك على سبيل الذكر لا على سبيل قراءة القرآن. يعني ممكن تقرأ المعوذات قبل النوم بنية أذكار النوم، لا حرج في ذلك. لا تقرأ آية الكرسي قبل النوم بنية أذكار النوم إن كان ذلك بغرض الذكر، بغرض أذكار النوم، لكن ليس بغرض قراءة القرآن الكريم. نعم نعم. وعند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وعند الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا لم يقصد به القرآن ولهما أن يقول بسم الله والحمد لله إذا لم يقصد القرآن، سواء قصد الذكر أو لم يكن لهما قصد. ولا يأثمان إلا إذا قصد القرآن، ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. وأما إذا قال لإنسان خذ الكتاب بقوة أو قال ادخلوها بسلام آمنين ونحو ذلك فإن قصد غير القرآن لم يحكم. وإذا لم يجد الماء تيمم وجاز لهما القراءة، فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث. ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث. وقال بعض أصحابنا إن كان في الحضر صلى به وقرأ به في الصلاة، ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة. والصحيح جوازه كما قدمناه، لأن تيممه قام مقام الغسل. ولو تيمم الجنب ثم رأى ماء يلزمه استعماله، فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك لم يحرم عليه القراءة. هذا هو المذهب الصحيح المختار. وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يحرم وهو ضعيف. أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، وتحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة. وهل تحرم عليه الفاتحة؟ فيه وجهان، أصحهما لا تحرم بل تجب، فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وكما جازت الصلاة للضرورة تجوز القراءة. والثاني تحرم بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن شيئا من القرآن. وهذه فروع رأيت إثباتها هنا لتعلقها بما ذكرت، فذكرتها مختصرة، وإلا فلها تتمات وأدلة مستوفاة في كتب الفقه، والله أعلم. فصل في بيان هيئة الذاكر. ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة وجلس متخشعا متذللا بسكينة ووقار مطرقا رأسه، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه، لكن إن كان بغير عذر كان تاركا للأفضال. والدليل على عدم الكراهة قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
النهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن رواه البخاري ومسلم وفي رواية ورأسه في حجري حجري أو حجري يعني كلاهما صحيح وجاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت إني لأقرأ جزئي وأنا مضطجعة على السرير يعني الشاهد أن هذه أن الأصل في الإنسان حينما يريد أن يذكر ذكرا خاصا فيهيئ لنفسه مكانا خاصا في بيته وكان يعني من 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 سنة السلف أنهم يخصصون مكانا في البيت يسمونه مسجدا يكون هذا المكان خاصا بالصلاة فقط بالصلاة والذكر ممكن غرفة في البيت تكون خاصة مفروشة فقط خاصة للعبادة فقط يعني لا يفعل فيها أي شيء إلا العبادة إذا كان البيت ضيق ممكن مثلا مكان على قدر مثلا سجادة الصلاة ونحوط هذا المكان مثلا بقطعة خشبية نحوطها ويعرف أن هذا المكان مكان العبادة مكان الصلاة مكان الذكر فهذه يعني من سنة السلف الصالح أنهم كانوا يخصصون مكانا في بيتهم للذكر حتى أجاز الأحناف اعتكاف المرأة في هذا المكان المخصص للعبادة في البيت يعني أجازوا لها أن تعتكف في هذا المكان المخصص لها الشاهد يعني هذا من السنة يعني هذه من السنن التي افتقدناها وجود أماكن مخصصة في البيت للعبادة للصلاة وللذكر فقط لا يفعل فيها أي شيء إلا ذلك إن تيسر غرفة في البيت تيسر لم يتيسر نختار مكان في البيت على قدر سجادة الصلاة أو على قدر اثنين مثلا يقفان بجوار بعضهما سجادتين مثلا ونحوط هذا المكان مثلا بساتر خشبي نحوطه ويعرف هذا المكان في البيت الأطفال يعرفون والكبار يعرفون أن هذا هو مكان الصلاة في البيت نصلي فيه الفرائض نصلي فيه النوافل نذكر فيه الله سبحانه وتعالى فالذاكر يذكر الله تعالى في هذا البيت يجلس متوضئا في اتجاه القبلة والأفضل أن يجلس جلسة الصلاة سواء التبرك أو الافتراش إن سهل عليه ذلك إن كان يسهل عليه ويسكن قلبه أن يجلس متربعا فليجلس أيضا ويجلس بخشوع وخضوع وسكينة ويستحضر أن الله تعالى ناظر إليه مطلع عليه جليسه قال أنا جليس من ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ويبدأ ذكره بعد هذا الاستحضار هذا هو الأصل وهذا هو الأكمل لكن هذا لا يمنع أن نذكر الله تعالى على كل الأحوال أنا أسير في الطريق من مثلا من الحي السابع إلى الدراسة فأقرأ جزء أو جزئين في الطريق بل كان بعض المحدثين يعني يحدث في الطريق من شدة يعني اهتمامه بالوقت كان يحدث وهو سائر في الطريق بعض تلامذته نذكر الله على الفراش على السرير في كل الأحوال قياما وقعودا وعلى جنوبهم نذكر الله تعالى
في كل الأحوال، لكن حال الكمال تكون في الجلسة التي يعني وصفتها لكم. نعم. طبعا هذا الكتاب، كتاب الأذكار، من طبعا يعني مهم جدا أن يكون عندنا كتاب الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية للإمام ابن علال. يعني هذا يعني يزيد الفائدة المرجوة من هذا الكتاب، كتاب مهم للغاية، الفتوحات الربانية. نعم تفضل. فصل في مواضع الذكر. وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه خاليا نظيفا، فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور. ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة. وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة رضي الله عنه قال: لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب. وينبغي أيضا أن يكون فمه نظيفا، فإن كان فيه تغير أزاله بالسواك، فإن كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء، فلو ذكر ولم يغسلها فهو مكروه ولا يحرم. ولو قرأ القرآن وفمه نجس كره. وفي تحريمه وجهان لأصحابنا أصحهما لا يحرم. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار: فصل في الأحوال التي يكره فيها الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بإسناد الشيخ عبد الله عز الدين إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين. فصل في الأحوال التي يكره فيها الذكر. اعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها. نذكر منها هنا طرفا إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أنه يكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة، وفي حالة الجماع، وفي حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب، وفي القيام في الصلاة بل يشتغل بالقراءة، وفي حالة النعاس، ولا يكره في الطريق ولا في الحمام، والله أعلم. طبعا المراد هنا بالحمام مكان المغتسل فقط، بخلاف يعني الحمامات الموجودة الآن في بيوتنا، هذه أصبح فيها قضاء الحاجة فيكره فيها الذكر. لكن الحمام قديما كان مكانا خاصا بالمغتسل فقط، يعني يغتسل فيه الناس فقط ولا تقضى فيه الحاجة. نعم. فصل في بيان حقيقة الذكر. المراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر، فيحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكر ويتعقل معناه. فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود. ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قوله لا إله إلا الله لما فيه من التدبر. وأقوال السلف وأئمة الخلف في هذا مشهورة، والله أعلم. فصل في تدارك الذكر لمن اعتاد الملازمة عليه. ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها
لم يعرفها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. فصل في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسببها ثم يعود إليه بعد زوالها، منها إذا سلم عليه رد السلام ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا عطس عنده عاطس شمته ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا سمع الخطيب، وكذا إذا سمع المؤذن أجابه في كلمات الأذان والإقامة ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا رأى منكرا أزاله أو معروفا أرشد إليه أو مسترشدا أجابه ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا غلبه النعاس أو نحوه وما أشبه هذا كله. فصل في اشتراط التلفظ بالذكر حتى يعتد به. اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له. فصل في بيان ما صنف في عمل اليوم والليلة. طيب اقرأ كده. هو قال: اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد بها حتى يتلفظ بها بحيث يسمع نفسه. اقرأ كده الهامش كده رقم 2. ليس قول كلام الشيخ ابن علان في الأسفل، اقرأه. ليس المراد أن من ذكر بقلبه من غير تلفظ بلسانه لا يكون معتدا به شرعا، لأن مداومة الذكر لا تتصور بدون اعتباره، بل هو أفضل أنواعه، والإسماع هو أقل الإخفاء عند الجمهور. قال الهروي رحمه الله تعالى في الحرز وبمذهبنا هو القول المشهور، وهو عندنا حد السر وأقل الجهر أن يسمع من بجانبه. ومن هنا استشكل التوسط بينهما في قولهم يتوسط بين الجهر والإصرار في نفل الليل المطلق، ثم حملوه على أن المراد الجهر تارة والإصرار أخرى، وحمله ابن الملك ملقن على أدنى درجات الجهر قال: وبه يرتفع الخلاف. نقله عن ابن المزجد في التجريد وقيل: أقل الإخفاء تصحيح الحروف، وهو مجرد التلفظ من غير أن يكون هناك صوت يسمع، ويسمى بالهمس. قال أصحابنا: ولا يحرم على الجنب تحريك لسانه بالقرآن وهمسه بحيث لا يسمع نفسه، لأنها ليست بقراءة القرآن. يعني الشاهد من ذلك أن الأصل في الذكر أن يكون باللسان،
لكن هناك ذكر يكون بالقلب فقط، ذكر يكون بالقلب فقط، وهذا الذكر من أعلى أنواع الذكر، ذكر القلب من أعلى أنواع الذكر، وهو معروف عند السادة النقشبندية وغيرهم، ذكر القلب هذا ذكر يعني آثاره على الباطن وآثاره على النفس، آثاره آثار عظيمة جدا. فمن حيث آثاره أيضا يثاب عليه الإنسان. نعم. فصل. فصل في بيان ما صنف في عمل اليوم والليلة. اعلم أنه قد صنف في عمل اليوم والليلة جماعة من الأئمة كتبا نفيسة رووا فيها ما ذكروه بأسانيدهم المتصلة، وطرقوها من طرق كثيرة، ومن أحسنها عمل اليوم والليلة للإمام أبي عبد الرحمن النسائي، وأحسن منه وأنفس وأكثر فوائد كتاب عمل اليوم والليلة لصاحبه الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني رضي الله عنه. وقد سمعت أنا جميع كتاب ابن السني على شيخنا الإمام الحافظ أبي البقاء خالد بن يوسف بن سعد بن الحسن رضي الله عنه. قال أنا الإمام العلام. قال إيه؟ أنبأنا الإمام العلامة أبو اليمن زيد بن الحسن، زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن الكندي سنة 260. قال أنبأنا الشيخ الإمام أبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاري. قال أنبأنا الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد الرحمن بن حمد بن الحسن الدوني. قال أنا أنبأنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين بن محمد بن الكساب الديناوري. قال أنبأنا الشيخ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني رضي الله عنه. وإنما ذكرت هذا الإسناد هنا لأني سأنقل من كتاب ابن السني إن شاء الله تعالى جملا، فأحببت تقديم إسناد الكتاب، وهذا مستحسن عند أئمة الحديث وغيرهم. وإنما خصصت ذكر إسناد هذا الكتاب لكونه أجمع الكتب في هذا الفن، وإلا فجميع ما أذكره فيه لي به روايات صحيحة بسماعات متصلة بحمد الله تعالى إلا الشاذ النادر. طبعا هذا يعني يدل على أهمية الحديث لطالب الفقه بل لطالب العلم عموما، ومهمة تلقي علم الحديث رواية ودراية على المشايخ، لأن هذه الرواية وهذه الدراية على المشايخ خصوصا يعني في الكتب الأصول مثل الكتب الستة والموطأ لها آثارها الروحية والعلمية، لها آثارها الروحية والعلمية، وعلم الحديث يكسب الإنسان قربا من الله، ويكسب الإنسان قوة في دينه وثباتا في دينه. الذي يدرس علم الحديث ويصحب المحدثين ويتلقى رواية الحديث الشريف على أيدي السادة المحدثين تراه يختلف عن غيره من العلماء، هذا شيء مشاهد، ترى فيه أدبا وترى فيه نورا وترى فيه تواضعا
وترى فيه انكسارا، وترى فيه قوة في التدين، ترى فيه قوة في التدين وقوة في العقيدة في الاعتقاد، كل ذلك ببركة صحبة السادة المحدثين، لأنهم يهتمون جدا بالسنة ويهتمون بإقامتها في طلابهم ومريديهم، ويشددون على ذلك. فصراحة الذي يدرس علم الحديث الشريف ويهتم برواية كتب السنة عن المشايخ المحدثين ترى فيه نفسا يختلف عن غيره، ترى فيه نفسا يختلف عن غيره، لأنه يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته طوال قراءته ودراسته لعلم الحديث الشريف على الشيوخ المسندين. يعني هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى يفتخر بذلك، يقول فجميع ما أذكره فيه يعني في هذا الكتاب لي به روايات صحيحة بسماعات متصلة بحمد الله تعالى. هذا أيضا يدل على خطأ كثير من المنتسبين للعلم الذين يعني لم يعني تعلو هممهم لدراسة الحديث الشريف على المشايخ، أنهم يقولون يعني لم يعد هناك داع لرواية كتب السنة بالأسانيد. طيب هو الإمام النووي كان يضيع وقته حينما يقول، وهذا في القرن السابع الهجري، يعني كانت الكتب قد ألفت وصنفت، فيقول فجميع ما أذكره فيه لي به روايات صحيحة بسماعات متصلة، أي أن الكتب التي نقل منها في 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 طول هذا الكتاب وعرضه، الكتب الستة والمسند مسند أحمد والموطأ وكل ما نقل سنن البيهقي، كل ذلك سمعه على مشايخه وقرأه على مشايخه، وله فيه روايات صحيحة متصلة بسماعات صحيحة متصلة، فهل كان يضيع وقته؟ إذن فهذا أصل، هذا أصل من الأصول علم الحديث الشريف، على الأقل على الأقل قراءة الكتب الستة على المشايخ، على الأقل قراءة الكتب الستة وحضورها على المشايخ المسندين وسماعها من المشايخ المسندين، هذا أصل في طالب العلم الشريف في 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 جامعة يعني ندوة العلماء في الهند. الطالب إذا تخرج من كلية أصول الدين، كلية اللغة العربية، كلية الشريعة، أي كلية، لا بد بعد تخرجه أن يأخذ سنة الحديث الشريف، أي كلية أي تخصص، لا بد بعد انتهاء الكلية أن يأخذ سنة الحديث الشريف. هذه السنة يدرس فيها الكتب التسعة بشروحها قراءة وسماعا وشرحا ودراسة على المشايخ، وإلا لا يعتمد طالب علم، لا يعتمد. فمهم للغاية أن نركز ونؤكد على اهتمامنا بعلم الحديث الشريف وقراءته وأخذه من المشايخ، أقل القليل الكتب الستة، أقل القليل. وإذا كنت شافعيا فمع الكتب الستة سنن الإمام البيهقي الكبرى، إذا كنت شافعيا فبعد الكتب الستة تقرأ الكتب كتاب السنن الكبرى للإمام البيهقي رحمه الله تعالى. تفضل. فمن ذلك ما أنقله من الكتب الخمسة التي هي أصول الإسلام، وهي الصحيحان للبخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. ومن ذلك ما هو من كتب المسانيد والسنن
كموطئ الإمام مالك، وكمسند الإمام أحمد بن محمد وأبي عوانة وسنن بن ماجة والدار قطني والبيهقي وغيرها من الكتب ومن الأجزاء مما ستراه إن شاء الله تعالى. فصل في تخريج أحاديث الكتاب. اعلم أن ما أذكره في هذا الكتاب من الأحاديث أضيفه إلى الكتب المشهورة وغيرها مما قدمته، ثم ما كان في صحيحي البخاري ومسلم أو في أحدهما أقتصر على إضافته إليهما لحصول الغرض وهو صحته، فإن جميع ما فيهما صحيح، وأما ما كان في غيرهما فأضيفه إلى كتب السنن وشبهها مبينا صحته وحسنه أو ضعفه إن كان فيه ضعف في غالب المواضع، وقد أغفل عن صحته وحسنه وضعفه. واعلم أن سنن أبي داود من أكثر ما أنقل منه، وقد روينا عنه أنه قال: ذكرت في كتاب الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه ضعف شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. هذا كلام أبي داود، ففيه فائدة حسنة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره، وهي أن ما رواه أبو داود في سننه ولم يذكر ضعفه فهو عنده صحيح أو حسن، وكلاهما يحتج به في الأحكام، فكيف بالفضائل؟ فإذا تقرر هذا فمتى رأيت هنا حديثا من رواية أبي داود وليس فيه تضعيف، فاعلم أنه لم يضعف، هو الله أعلم. وقد رأيت أن أقدم في أول الكتاب بابا في فضيلة الذكر مطلقة، أذكر فيه أطرافا يسيرة توطئة لما بعدها، ثم أذكر مقصود الكتاب في أبوابه، وأختم الكتاب إن شاء الله تعالى بباب الاستغفار، بباب الاستغفار، تفاؤلا بأن يختم لنا به، والله الموفق، وبه الثقة، وعليه التوكل والاعتماد، وإليه التقويض والاستناد.